وصلنا معاكم دلوقتي لفقرتنا الاخيره وهي فقره توب سيكريت اللي خلالها بنقول لكم كل يوم خبر حصري جدا مش هتلاقوه في اي مكان تاني غير عندنا. خبرنا النهارده عن انتهاء ازمه ساسي والنقاز مع منتخب تونس واستمرارهم مع الزمالك. عرفنا في 7/7 ان مجلس اداره الزمالك انهى ازمه ثنائي الفريق الكروي الاول في جاني ساسي وحمدي النقاز لاعبا المنتخب التونسي، بعدما نجحت الاداره في اقناع الاتحاد التونسي والجهاز الفني لنسور قرطاج بالموافقه على استثناء الثنائي ساسي والنقاز من الانضمام لمعسكر المنتخب خلال الفتره الراهنه حتى يتسنى لهما الاستمرار مع الفريق وخوض المباراه النهائيه لبطوله كاس مصر، فضلا عن المشاركه مع الفريق طبعا امام بطل السنغال في الذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وعقد مسؤولي نادي الزمالك جلسة مع ساسي والنقاز بمقر النادي بعد مباراة الاتحاد السكندري بحضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، وتم طبعا إبلاغهم خلال الجلسة بأنه تم الاتفاق رسمي مع الاتحاد التونسي والجهاز الفني والإداري للمنتخب على استثناءهما من الانضمام لمعسكر نسور قرطاج وخوض مباراتين وديتين يومي 6 و10 سبتمبر الجاري. وأكدوا للاثنين اللعيبة إن العلاقة بين إدارة الزمالك والمسؤولين في تونس على أفضل ما تكون من تفاهم والاحترام المتبادل، موجها طبعا شكرا للاتحاد التونسي على موقفه ودعمه للقلعة البيضاء.